اتفقت القوى والأحزاب السياسية على تحييد العملية التعليمية والنأي بها عن أي صراعات حزبية وتشكيل لجنة صياغة وثيقة في هذا الشأن. تتفاقم معاناة طلاب اليمن بسبب الاستهداف المباشر من قبل طيران العدوان السعودي للمدارس والمنشآت التعليمية والتي بلغ عددها أكثر من 1300 مدرسة في عموم محافظة الجمهورية، ما دفع الائتلاف اليمني للتعليم للجميع لتبني فكرة توقيع وثيقة شرف وطرية لضمان حق الطفل في التعليم والنأي بمؤسساته عن أي استغلال حزبي أو سياسي. اتفقنا هنا على حيادة التعليم أو النأي به عن الصراع السياسي، واتفقنا على يعني معالجة قضايانا بالحوار وبالود وبما يخدم المصلحة العامة. وثيقة الشرف الوطنية لضمان حق الطفل في التعليم دعت إلى تحييد العملية التعليمية تماما عن أي ممارسات حزبية وعودة الطلاب إلى المدارس، كما طالبت الأمم المتحدة بأن تقوم بدورها في إنجاح العملية التعليمية كحق من حقوق الإنسان. تحيد المدارس عن الصراع وأن تبقى المدارس مكانا للتعليم فقط، وحقيقة اليوم خرجوا بلجنة تحضيرية لمناشدة الأمم المتحدة بإيقاف العدوان على مدارسنا على مؤسساتنا التعليمية، لجعل هذه المؤسسات منبرا للعلم فقط وحاجة أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات لمواصلة تعليمهم، وسيتعلمون بإذن الله لما لديهم من إصرار بأن التعليم هو حق لنا جميعا ولأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، وسيتعلمون بعزيمتهم بإذن الله، لأن الوطن يحتاج إلى كل شبل وكل طالب وطالبة لبنائه بإذن الله تعالى. ويشوب العملية التعليمية العديد من المخاطر منذ بداية العدوان السعودي على بلادنا، ولن تعود للسابق عهدها إلا بتضافر جهود جميع الأحزاب والمكونات السياسية من أجل طلاب اليمن صغارا وكبارا. يحيى الحبابي، اليمن اليوم.